أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال فصل الخريف الحالي وآخر التنبؤات الجوية الفصلية بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم إلى النشرة الجوية الموسمية الفصلية، تتحدث عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال فصل الخريف الحالي. هذه النشرة التي يقوم بإعدادها فريق التنبؤات الجوية لبعيد الطويلة المدى في طقس العرب. هذه الخريطة تشاهدون أمامكم هي خريطة تشير وتوضح أبرز الظواهر الجوية المتوقعة لهذا الخريف، فصل الخريف الحالي. تشير إلى وجود أمطار أقل من المعدل في المناطق الغربية والجنوبية من الوطن العربي إجمالا خلال هذه الشهور، تحدث عن أشهر تشرين أول، تشرين ثاني، وأيضا أشهر وشهر كانون أول. يتوقع أيضا تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار في أجزاء عدة من الوطن العربي، ذلك ناتج عن نقص في كميات الأمطار الهاطلة خلال الأشهر الماضية، مما أدى لتفكك التربة وجفافها، وبالتالي فرص حدوث بعض الموجات الغبارية يعتبر عاليا بعض الشيء خلال فصل الخريف الحالي. هناك نشاط واضح في منطقة الشرق الأوسط لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر الذي يؤدي من فترة إلى أخرى إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار الجوي، تركز بشكل أساسي على الأجزاء الشرقية من مصر وأيضا الأجزاء الشمالية الغربية والغربية من المملكة العربية السعودية وأجزاء واسعة من بادية الشام بما فيها الأجزاء الجنوبية والشرقية من الأردن بمشيئة الله تعالى. أما في الأجزاء الشرقية من الجزيرة العربية فيتوقع أن تتكرر حالات الضباب الكثيف في ساعات الليل على عدد من الأيام مع وجود حالات مطرية، لكن يعتقد أنها ستكون متباعدة زمنيا في معظم الأوقات. نشاط مداري متوقع أعلى من المعتاد في الأجزاء الشمالية الشرقية من بحر العرب، مما يبقي تلك المناطق تحت المراقبة الحثيثة لأي تطورات مدارية قد تحدث في تلك المناطق. ومع ارتفاع درجات حرارة كبير لسطح مياه البحر في البحر الأبيض المتوسط يتوقع أن تنشط فرص حدوث ما يسمى بالعواصف المتوسطية التي تؤدي إلى هطول زخات أمطار غزيرة أو أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المحاذية للبحر الأبيض المتوسط. أما في القارة الأوروبية والأجزاء الغربية من القارة الآسيوية فيتوقع أن تسيطر في الأجزاء القريبة من سيبيريا والأجزاء الوسطى والشمالية للقارة الآسيوية والأجزاء الغربية الشمالية الغربية منها درجات حرارة تعتبر أقل من المعتاد مع اتساع في رقعة القطب والجليد في القطب بشكل عام، عواصف أطلسية وماطرة قوية يتوقع أن تؤدي أو تؤثر على الأجزاء الشمالية من القارة الأوروبية بمشيئة الله تعالى. فيما إذا نظرنا إلى توقعات النمذجة الحاسوبية ذات الفترة من ناحية انحراف معدلات كميات الأمطار المتوقعة تعطل عن معدلاتها المعتادة، فسنجد أن هناك أجزاء واسعة من الوطن العربي ستشهد كميات من الأمطار دون المعدلات، ولكن ذلك لا يعني أن لن تشهد هذه المناطق بعض المناطق بها أمطارا غزيرة. فمثلا بعض المخرجات تلك النمذجة الحاسوبية تشير إلى وجود مناطق الشمالية من تقريبا من القارة الأفريقية حاليا في منطقتي تونس والجزائر، هناك فرص لأن تشهد تلك المناطق أمطارا رعدية غزيرة خلال بدايات فصل الخريف وتحديدا في شهر تشرين أول وبداية تشرين ثاني. أيضا هناك أمطار قد تكون أعلى من المعدل في الأجزاء الجنوبية الشرقية من الجزيرة العربية، باقي المناطق تعني أن عدم وجود ألوان هناك بوجود أمطار حول المعدلات المعتادة. وإذا نظرنا مثلا إلى بلاد الشام نجد أنها ستكون ما بين حول إلى أقل من المعدلات من ناحية الأمطار. في القارة الأوروبية نجد أن الأجزاء الشمالية من القارة الأوروبية هناك أمطار أعلى من المعدلات بمشيئة الله تعالى. أما بالنسبة لانحراف درجات الحرارة عن معدلاتها المعتادة، أيضا تشير نواتج هذه النمذجة الحاسوبية إلى أن الأجزاء الغربية والجنوبية من الوطن العربي يتوقع أن تشهد درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة في أشهر فصل الخريف، في حين يتوقع أن تسيطر مناطق مختلفة من الجزيرة العربية وأيضا شمالي القارة الأفريقية بدرجات حرارة أقل من المعتاد، كما أيضا نلاحظ في الأجزاء الشمالية الغربية من القارة الآسيوية، وباقي المناطق تكون درجات حرارة بها حول معدلاتها الاعتيادية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية المتوقعة بحسب النشرة الجوية الفصلية لفصل الخريف، والتي يمكن أن تجدوا المزيد من التفاصيل حولها داخل تطبيق طقس العرب. وبمناسبة هذه النشرة الفصلية أو الموسمية تتحدث بشكل شهري في التطبيق وفي الموقع الإلكتروني. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.